تربط تعصب للاحزاب الاسلاميه في ظل الدستور الفرنسي الموجود في البلد دلوقتي، ان في اخوه بتعصبوا بطريقه التعصب للاحزاب ايه الاسلاميه في ظل الدستور الموجود في البلاد دلوقتي. السؤال ده وراك معيار التقيل. العصبيه مذمومه، احنا كنا نحارب العصبيه قبل ان نبتلى بهذا الاثم، كنا نحارب العصبيه الفقهيه والمذهبيه، فنحن نحارب العصبيه مهما كان اسمها، عصبيه قبليه، عصبيه مذهبيه، عصبيه فقهيه، عصبيه حزبيه، لا سيما ان هذه الاحزاب حتى ولو قالت هي احزاب اسلاميه، هذه الاحزاب قبلت بقانون الاحزاب وصارت تؤمن الان بالديمقراطيه، حتى لو قالوا نحن سنغير نجعل الديمقراطيه اسلاميه، هذا كلام غير دقيق، لان اليات الديمقراطيه تكذيب بالكتاب والسنه، دي اليات الديمقراطيه. قال الله وليس الذكر كالانثى، عندنا في الديمقراطيه الذكر كالانثى. قال الله افنجعل المسلمين كالمجرمين، عندنا في الديمقراطيه المسلم كالكافر، ده في الديمقراطيه. يعني لو ان النبي عليه الصلاه والسلام بعثه الله تعالى من قبره وحضر انتخابات، وعندنا راقصتان سهير زكي واي راقصه ثانيه فاجر، الراقصتين دول لهم صوت، صوت من اللي يغلب؟ صوت رسول الله ولا صوت الراقصتين؟ في الديمقراطيه راقصتين للاسف، ولذلك نحن لا نقر هذه الديمقراطيه، ولكن لا نعرف اين الاسلام في هذه الديمقراطيه؟ فين هنخليها اسلاميه ازاي؟ يعني ازاي دي؟ زي بالضبط لما نقول احنا لابد من اسلمه ماده الرياضيات. طب تأسلمها ازاي؟ يقول لك ان احنا نكتب بسم الله الرحمن الرحيم قبل الدرس، وفي نهايه الدرس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يا الهي، اهذه اسلمت ماده الرياضيات؟ دي الاسلمه؟ ازاي؟ يقول لك احنا لابد كل حاجه نعمل لها اسلمه اسلمه. طب افترضنا احنا مثلا في المعهد العالي للفنون والتمثيل والموسيقى، هنقفله ولا نعمل؟ لا، يقول لك نعمل له اسلمه. طب بالله عليك، المعهد العالي للفنون والتمثيل والموسيقى والرقص وكان تعمل له اسلمه ازاي ده؟ ازاي يعني؟ يعني واحده رقاصه تخلي رقص اسلامي ازاي؟ كل اللي تعتمد تقول بسم الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ولما تخلص تقول دعاء ختم. طبعا كان ده كلام غير، الديمقراطيه لا علاقه لها بالاسلام، وده مش كلامنا دلوقتي، ده كلامنا منذ عشرات السنين، بس للاسف نحن هذه الايام اذا تكلمت بالمنهج الذي كنت عليه كنت كالغريب الان. ولكن ابشركم ان كثير من الفضلاء بداوا لا سيما بعد المعاناه بدأوا يفهموا المسألة. يعني أحد الديمقراطيين الإسلاميين يحضر مثلا فرح واحد علماني ومتزوج ممثلة، ماشي، واحد أحد الديمقراطيين الإسلاميين يروح السفارة الإيرانية، ماشي، ده كلهم ديمقراطيين إسلاميين سلفيين يحضرون هذا يحضرون هذا. فسبحان الله، فإخواني عليكم بالعلم، احرصوا على العلم ولا تنشغلوا بهذه الأشياء، لا تنشغلوا بالأحزاب ولا غير ذلك، وانشغلوا بالعلم والدعوة، اجمعوا الأطفال، علموا القرآن وعلموا السنة، عندكم جهد، انظروا إلى الفقراء والأرامل واليتامى والمرضى، كونوا خدما للناس من غير حاجة. الأحزاب لو هتعمل أي خدمة لها مقابل، لكن احنا عاوزين نخدم الناس من غير مقابل، نريد أن نكون نفعا للناس من غير أي مقابل. واضح الإجابة دي؟ بعد إذنك كله، لا المحلية مسألة مختلفة، للمجالس المحلية مجالس خدمية، لكن المشكلة أن المجالس المحلية أو الانتخابات المحلية دي ضلع فيها الأحزاب، فلما دخل ضلع فيها الأحزاب يبقى احنا مالناش دعوة بالقصة دي، نرجع احنا وربنا يولي من يصلح، ولو في هناك رجل صالح ندعمه في المحليات، لكن في الشورى والكلام الحتاني ده بلناش دعوه بالقصه دي.
يعني احنا من الاخر يا اخواننا على قديمه، عارفين قديمه؟ ما تغيرنا وما تلونا. هل تزكون لنا رئيسا معينا يعني من هؤلاء الذين رشحوا انفسهم لانتخابات الرئاسه؟ وما هي الصفات التي ينبغي ان تتوفر في افضل المتقدمين؟ والشيخ حازم ابو اسماعيل هذا افضل المتقدمين، اكثرهم تسننا واكثرهم قربا من المنهج السلفي اللي احنا بنحمله، الشيخ حازم ابو اسماعيل. لكن الاشكال ان الديمقراطيين في بلدنا يرفضون الشيخ حازم ابو اسماعيل. الديمقراطيون العلمانيون والديمقراطيون الاخوان والديمقراطيون السلفيون كلهم يرفضون هذا الرجل. بقول افضل متقدمين الشيخ حازم ابو اسماعيل، افضل المتقدمين الشيخ حازم ابو اسماعيل. نعم. ماله؟ ماله؟ اللي حصل؟ معقول؟ يا إله العالمين، أسأل الله أن ينجيه. يعني شوف مرات تختلف مع الإنسان لكن لا تريد له إلا الخير، أسأل الله أن ينجيه وأن ينجي كل المسلمين وكل الغيورين.